نرحب بضيفي الدكتور أحمد الزعتري الباحث والأكاديمي في مركز رؤية للتنمية السياسية للتعليق على هذا الموضوع. دكتور أحمد أهلا ومرحبا بك. نتحدث عن اليوم الرابع والأخير لهذه الهدنة بين المقاومة الإسلامية حماس والفصائل الفلسطينية وبين الجانب الإسرائيلي. هناك بعض الأحاديث على صحف عبرية وصحف أجنبية أن إسرائيل ترغب في تمديد هذه الهدنة مقابل 10 محتجزين عن كل يوم، وهي قالت أنها مستعدة أيضا للإفراج عن 3 أضعاف هذا الرقم من الأسرى الفلسطينيين. من يمتلك زمام الأمور في قبول هذه النقاط من غيرها؟ في تقديري أنه يعني بعد 49 يوم أو 50 يوما من العدوان على قطاع غزة، وبعد فشل دولة الاحتلال بتحقيق يعني معظم الأهداف طرحتها، والآن يظهر أمام المجتمع الصهيوني أن كل هذا العدوان لم يحقق أي من أهدافه، وأن المحتجزين أو الأسرى الإسرائيليين عادوا نتيجة المفاوضات. فبالتالي هذا يعني هذه الصورة تضع دولة الاحتلال في مأزق، وتضع دولة الاحتلال في سجال داخلي، وهذا يصعب عليهم استمرار العدوان. يعني تصريحات قادة الاحتلال كلهم يقولون نحن سنواصل العدوان، سوف نواصل العملية العسكرية، لكن حقيقة يعني ما هو يثبت وما يظهر للمجتمع الصهيوني أن المفاوضات والهدنة هي التي أعادت لهم أبنائهم وأولادهم، وبالتالي هذا يصعب على دولة الاحتلال الاستمرار في العدوان، وأكيد أنه يعني هي بحاجة أيضا إلى تمديد هذه الهدنة. لكن بمجمل الأوضاع يعني في تقديري أنه أيضا يعني الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بحاجة للهدنة، بحاجة إلى مزيد من الهدنة، وأصلا هو بحاجة إلى وقف العدوان، وبحاجة إلى تدفق أكثر في المساعدات. يعني بمجمل القول الأمور صعبة ومعقدة. الطرف الإسرائيلي يصعد في التصريحات، وتحديدا قال دولة الاحتلال، يعني كلها رسائل إلى الداخل الصهيوني، لأنه النقاش والسجال الصهيوني يوما بعد يوم يزيد النقاش يكبر، وتحديدا الصور التي خرجت بالأمس، صور إفراج يعني المقاومة عن الصهاينة المختطفين، يعني أحدث سجالا كبيرا لدى داخل الصهيوني وحتى على مستوى العالم كيف المقاومة تتعامل. يعني في البدايات كانوا يكذبون للعائلتين اللتين خرجتا، السيدتين الكبيرتين وهناك هم وأطفال، يكذبوا كل كلامهم حول يعني تعامل المقاومة، لكن آخر دفعتين أو 3 دفعات يعني لم يستطع المجتمع الصهيوني أن يخفي، ولم يستطع حتى أن يعني بعض الصهاينة أن يعني إلا أن يشيدوا بسلوك المقاومة. دكتور، يعني هذه المشاهد التي تم رصدها وتوثيقها في موضوع تسليم الأسرى الإسرائيليين، ومدى التعامل والود بين هؤلاء المقاتلين وبين الأسرى، كيف يضع الحكومة الإسرائيلية في حرج أمام العالم؟ وكيف يمكن أن يكون كاشفا لمدى الكذب الإسرائيلي في السردية الإسرائيلية المنتشرة عن أن حماس تقطع رؤوس الأطفال، وحماس تتعامل بشكل أو تقتل الأطفال، وهذه الروايات الكاذبة التي انتشرت في العديد من الأماكن وللأسف قامت بتصديقها ودعمها بعض الدول الغربية؟ كيف يمكن أن تسهم هذه المشاهد في رفع الوتيرة الإعلامية، أقصد بالنسبة للمقاومة الإسلامية حماس؟ تماما. يعني عندما تخرج صور المقاومة وهي تفرج عن الأسرى بطريقة أخلاقية وكلهم يؤكدون على التعامل، بالعكس صورة حميمية، الأسرى الصهاينة يخرجون وهم يتعاملوا بلطف واحترام مع المقاومة، في المقابل عندما يخرج أبناء الشعب الفلسطيني من سجون الاحتلال ويتحدثون عن ممارسات لا إنسانية ولا أخلاقية، ممارسات تعود إلى العصر الحجري يقوم بها قوات الاحتلال ضد أسرى الفلسطينيين، لا شك هذا أنه يضع دولة الاحتلال في حرج شديد، وهذا مهم جدا، لأن دولة الاحتلال في الأيام الأولى لعدوانها كانت تحظى بدعم دولي وغربي كبير وواسع ولا محدود. اليوم لا، بدأنا نشعر ونقرأ ونسمع أصوات
في على الصعيد الدولي بدأت تنتقد دولة الاحتلال، بدأت تتحدث عن الحق الفلسطيني، بدأت تنتقد ممارسات دولة الاحتلال اللا إنسانية، وبالتالي هذا كله يصعب على دولة الاحتلال مواصلة عدوانها، كله يزيد من الضغط عليها، وأيضا أي يحدث ضغطا داخليا داخل المجتمع الصهيوني. عندما تحدث بعض أهالي المخطوفين بالأمس سمعنا يقول نحن فقدنا ثقتنا في هذه الحكومة منذ بداية الحرب، لا تعطينا المعلومات الصحيحة، بينما عندما جاء يعني بعض الذين أفرج عنهم من الصهاينة بالأمس وأخبروا عائلات أخرى أن أبنائهم بخير وأن أبنائهم يحظون باحترام لدى المقاومة، هذا يعني يجعل نقاشا كبيرا داخل المجتمع الصهيوني حول مصداقية الحكومة، حول سلوك الحكومة، حول ما تتحدث به الحكومة. يعني وألخص القول أن اليوم دولة الاحتلال برغم كل هذه الترسانة العسكرية وكل هذه القوة العسكرية البجوية والبحرية والبرية، إلا أنها تتصرف سلوك المأزوم والمهزوم، بينما المقاومة الفلسطينية برغم كل هذه الخسائر وكل هذه الدمار تتصرف بسلوك الواثق، بسلوك الأخلاقي، تتصرف بسلوك الواثق بالنصر، وبالتالي هذا كله يعني يزيد في رصيد المقاومة ويزيد في رصيد الشعب الفلسطيني، وأيضا وفي المقابل يضع الاحتلال دكتور لكن في مزيد من الأزمات. من وجهة نظرك في هذه القضية، على ماذا تراهن حماس الآن في مسألة القبول من عدمه في تمديد الهدنة؟ يعني ماذا ترغب حتى تقوم بالتمديد؟ يعني في تقدير قطاع غزة هو منذ أكثر من 17 عاما وهو في حصار وأزمة في الماء والكهرباء وفي كل تفاصيل، وهذه خامس حرب أو سادس حرب تشنها دولة الاحتلال على قطاع غزة. فبالتالي يعني أمام المقاومة وأمام حركة حماس ليس يعني ماذا سيخسروا أكثر، وبالتالي ليس لديهم خيار إلا النصر وتحقيق الأهداف. في المقابل الاحتلال الإسرائيلي هو أصلا يعني معتدي، وكل الأهداف التي أعلنها في البداية الآن كلها تتراجع، يعني أفضل المحللين يقول ما تم تحقيقه لا تجاوز الثلث أو 30%. فبالتالي صمود المقاومة في الميدان وتحديد الجهات البري وصمود الشعب الفلسطيني وبقائه على الأرض رغم كل هذا القتل وإفشال مخطط التهجير وإفشال مخطط النزوح، هذه كلها تصب في صالح المقاومة. وأيضا كلما يعني تمضي الأيام وتسير الأيام هذا يصب في صالح المقاومة، وأيضا يصعب على الاحتلال مواصلة اعتدائه، لأن أكثر من 50 يوما وهو لم يحقق أي شيء يعني بشكل جوهري من أهدافه، بالتأكيد أنه سيفقد الكثير من الغطاء الدولي، بالتأكيد أنه سيفقد الكثير من الدعم الأمريكي والأوروبي، وأيضا الحراك داخل المجتمع الصهيوني يوما بعد يوم ينتقد الحكومة، الأصوات تعلو، لا زال لدى المقاومة الكثير من الرهائن أو الأسرى المدنيين وأيضا العشرات من الأسرى العسكريين. يعني نحن الآن يعني أمام سلسلة طويلة من المفاوضات، اليوم يعني كل يوم يوجد مفاوضات، الاحتلال يؤخر يعطل يغير، ولا زلنا في الحديث عن أسرى أو تبادل المدنيين وأطفال ونساء، حتى اللحظة لم نصل أي مفاوضات حول الجنود. يعني هناك حسب ما أعلنت المقاومة هناك عشرات الجنود الصهاينة في غزة، هذا ملف كبير وملف مهم، كيف ستتعامل دولة الاحتلال مع جنودها؟ هل ستتركهم لمدة طويلة؟ هل يعني ستفاوض بشكل سريع؟ هل ستقدم تنازلات مؤلمة؟ هذه كلها كثير من الأسئلة تنتظر دولة الاحتلال، وهناك الكثير من التحديات التي تنتظر دولة الاحتلال، وبالتالي يعني كل هذه النقاط كلها تساعد يعني الشعب الفلسطيني في صموده، وتساعد المقاومة في صبرها وثباتها، وهي يعني كل يوم يمضي تعيد بالتأكيد ترتيب أوراقها تعيد صفوفها، وبالتالي يعني ليس لدى الشعب الفلسطيني ومقاومة الفلسطينية إلا الصبر والثبات حتى تحقيق يعني المطالب، وهي مطالب أساسية، يعني مطالب يعني هي أبسط شيء، ورفع الحصار عن غزة وإفراج معتقلين ووقف الاعتداء على مسجد الأقصى، وهي مطالب يعني طبيعية يعني عادية جدا. أشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد الزعتري الباحث والأكاديمي في مركز رؤية للتنمية السياسية عن كل هذه الإضافات.